إذا البداية مشاهدينا الكرام ستكون مع هذا الموضوع الحساس اللي رح يسلط عليه الضوء وملف رئيسي، هذه التهديدات الصهيونية للأردن، للنظام، للعرش، للملك. واسمحوا لي الحديث عنه أن نرحب بأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الأستاذ الدكتور أحمد سعيد نوفل. دكتور أحمد مساء الخير. أهلا بكم، مساء النور. تحياتي دكتور. يعني من خلال متابعتك واشتباكك الدائم مع الجانب الصهيوني والإعلام الصهيوني وما ينشر ومنشر مؤخرا بالتحديد بصحيفة هارتس من تهديدات لليمين الإسرائيلي للأردن ولعرش الأردن ولملك الأردن، كيف قرأت هذه التحليلات دكتور وبأي سياق ممكن أن نضعها؟ أولا يعني لابد من التأكيد والتذكير بأن اتفاقية وادي عربة ليس بالضرورة قد أنهت أطماع الكيان الصهيوني بالأردن. نعم، هي قضية أساسية. البعض توقع بأنه خلص مع اتفاقية وادي عربة خلص الأردن أصبح في مأمن من أطماع الكيان الصهيوني ضد الأردن، لكن تبين عكس ذلك. يعني هناك ليس اليمين، يعني هناك تصريحات عديدة حتى يعني إن كان اليمين المتطرف أو المستوطنين، أو الفكرة الأساسية أن دائما يقال بأنه الحركة الصهيونية كان لها أطماع حتى ما قبل قيام الكيان الصهيوني بال 48 له أطماع بالأردن، حتى وعد بلفور كان يضم الضفتين الشرقية والغربية. لكن مع ذلك عندما نتحدث على أساس أنه ما هي الأسباب التي جعلت الآن الكيان الصهيوني يعيد مرة ثانية بالحديث عن أطماعه في الأردن، أنا أرى أن هذه مرتبطة في مواقف الأردن المختلفة بالفترة الأخيرة، إن كان باتفاقيات الغاز، مثلا مجلس الأمة عندما يتحدث مجلس النواب، عندما يتحدث على أساس أنه القضية الآن في صدد عرضها على مجلس النواب من أجل سحب أو إلغائها، هذه قضية مهمة. قضية الأخطر من ذلك هي قضية القدس، وقضية القدس هي كمان إحنا نعرف يعني الرعاية الأردنية للأماكن المقدسة في القدس، لم يحترم الكيان الصهيوني حتى اتفاقية وادي عربة ما جاء باتفاقية يعني بتلك الاتفاقية بالنسبة للرعاية الأردنية والرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. نعم. الأردن يركز باستمرار أن قضية القدس قضية حياة أو موت، قضية أساسية. قضية ثالثة يا أستاذ جمال هي قضية اللاجئين. قضية نعم. اللاجئين الآن عندما نتحدث ويأتي الرئيس ترامب تحدث على أساس توطين اللاجئين حيث هم وإلغاء ملف اللاجئين بما في الأونروا، هذه صارت وكانها معركة اشتباكات بين الأردن ومصالحه وبين الكيان الصهيوني. نعم. يعني هذه القضية هناك كل الملفات، يعني أرجو أن يأتي شخص ويتحدث أن هناك في ملف أردني إسرائيلي مشترك ممكن يفيد الأردن ويفيد الكيان الصهيوني في نفس الوقت. الملفات الأردنية إن كانت قضية اللاجئين أو قضية القدس وقضية الاستيطان وقضية الأطماع الإسرائيلية الصهيونية بالأردن ما زالت قائمة. مثل هذه الملفات تتناقض كليا عن الموقف الإسرائيلي من الأردن. طيب أنا بدي أسألك هنا دكتور سؤال مهم، يعني كل هذه الملفات التي ذكرتها مشكلتنا فيها مع شخص نتنياهو كونه هو كان يمثل الحكومة يعني الإسرائيلية رئيس الحكومة، ولا المشكلة مع الكيان ككل؟ يعني هل الدولة العميقة في إسرائيل منسجمة مع إدارتها الإدارة كل الملفات التي ذكرتها حضرتك؟ يعني في الواقع أستاذ ينال علينا أن لا نبسط الأمور بهذا الشكل. القضية ليست في خلاف مع نتنياهو أو في خلاف مع إسحاق رابين أو شمعون بيرد أو قيادات إسرائيلية. جميل. القضية الأساسية هي في الخلاف مع الكيان الصهيوني نفسه. جميل. كما قلت يعني منذ نشأة الكيان حقيقة حتى الحركة الصهيونية قبل ذلك كانوا يريدون أن يكون الأردن الضفة الشرقية مع الضفة الغربية هي وعد بلفور، لكن فيما بعد بريطانيا يعني غيرت من هذا الأمر، من هذه القضية. لكن في نفس الوقت الآن أن نأتي ونقول بأن القضية مرتبطة بشخص نتنياهو وكأنه يعني صحيح شمعون بيرد حاول أن يظهر بأنه هو رجل سلام أو إسحاق رابين، لكن ما قبل ذلك حتى ما قبل حرب 67 هناك أطماع إسرائيلية باستمرار بالأردن، والملفات العالقة بين الأردن وبين الكيان الصهيوني ملفات خطيرة جدا. من الصعب أن يأتي ليس نتنياهو أو أي شخص آخر يأتي رئاسة الحكومة أو يقود الكيان الصهيوني في المستقبل ولا يصطدم مع مواقف الأردن التي تتعارض كلية مع الموقف الإسرائيلي بالتغاضي من هو الذي يحكم.
يعني بمعنى الآن تغيرت الحكومة الإسرائيلية وجاء جانس يحكم، هذا الجنرال المعروف بتطرف يعني، وأيضا عندما تحدث على أساس أن الليكود يعني الأحزاب الإسرائيلية في قضايا مواقفها تتناقض كلية عن موقف مع الأردن، إن كانت قضية القدس أو قضية الاستيطان وقضية اللاجئين. إذا دعونا نقول ما هي القضية التي من الممكن أن لا يشتبك الأردن مع الكيان الصهيوني فيها بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ يوجد يعني كل القضايا المشتركة هي تتناقض مع الموقف ومصلحة الأردن. الآن لا نستطيع أن نقول قضية مرتبطة في اتفاقية الغاز فقط، هي بالأساس ليس يعني ما كان داعي لهذه الاتفاقية مهما كانت الظروف بحاجة الأردن للغاز إلى آخره، لكن نحن بد علينا بصراحة أستاذ ينال أن لا نثق بهذا العدو، لا نثق فيه جميل. من أجل قضية أساسية أن الصراع مع هذا العدو له أطماع يعني، وهذه الأطماع مش مرتبطة بذهب نتنياهو تتغير هذه الأطماع مع شخص آخر أو أقل سوءا. يعني هل عندما نتحدث عن إسحاق رابين أو شمعون بيريز، هل في الواقع صحيح وقعت اتفاقية وادي عربة في ظل يعني في عهده، لكن في نفس الوقت هذه الأطماع هي جزء أساسي من الأيديولوجية الصهيونية، وأنت على دراية بذلك على أساس أن الصراع مش فقط على الحدود بين الأردن وبين هذا الكيان. هذا الكيان موجود في فلسطين ويهدد الاستقرار في المنطقة بما فيها الأردن. طيب أنا هنا سؤال لك يا دكتور، يعني سؤال يمكن خلينا نكون هيك واضحين وصريحين فيه. العديد من السياسيين والمطلعين على شأن العلاقات بين الأردن والعدو الصهيوني يقول بأن ليس من مصلحة إسرائيل حدوث أي هزة في الأمن والاستقرار في الأردن، لأنه هنالك يعني من سايكس وبيكو هنالك دور وظيفي يؤدى لحماية أمن إسرائيل. هل تعتقد أن هذا الدور سيستمر واتفاقية وادي عربة تحميه وتحفظه، أم أن الأولويات تتغير لدى الجانب الصهيوني دكتور؟ هي بلا شك الأولويات تتغير، لكن في نفس الوقت أنا باعتقادي أن الكيان الصهيوني ما كان يتوقع أن هناك رفض حقيقي من قبل الشعب الأردني وممثل الشعب الأردني في مجلس النواب لهذه يعني هذه المطالب الإسرائيلية التي يطلب منها بكل وقاحة من الأردن. قضية فقط انه والله الاردن يريد ان يحمي الكيان الصهيوني كما يقال، لكن قضية ايضا الشعب الاردني له دور، اين يعني اين تطبيع العلاقات بعد وادي عرفة مع الكيان الصهيوني؟ يعني لا يوجد تطبيع حقيقي مع الكيان الصهيوني، هذا بسبب رفض الشعب الاردني جميع فئاته حقيقة تطبيع علاقاته مع هذا الكيان، الى جانب ان مجلس النواب الاردني مذكورا هو بالتالي يمثل الشعب الاردني وبالتالي يرفضون اي تطبيع لهذا مع هذا العدو، وهناك حركات يعني تقاوم التطبيع في الاردن، وبالتالي هذا ينسجم مع يعني السياسه الاردنيه التي ترفض ان يكون لها موقف سياسي يختلف عن اراده الشعب الاردني، يعني هذه قضيه لتؤخذ من ناحيه ديمقراطيه، اذا كانت يعني الشعب يريد شيء معين، اي دوله يعني تقول فيها مجالس نوابيه منتخبه مثل النواب الاردني، وبالتالي هذا المجلس يفرض على الحكومه الاردنيه ان تاخذ بعين الاعتبار موقف الشعب الاردني وموقف ممثل الشعب الاردني من الكيان الصهيوني. لهذا الان عندما نقول بانه القضيه حتى يعني البعض، انا بذكر لما وقعت اتفاقيه وادي عربه كان يقال انه خلاص اصبحنا يعني في دفننا الوطن البديل، قالها عبد السلام المجالي الوطن البديل. ما هذه القضيه الوطن البديل يعني ما زالت قائمه؟ هل انتهت؟ يعني ان كانوا لم يتحدثوا عنها بشكل مباشر، هم يؤمنون انه ايضا بدهم دوله فلسطينيه تكون بالاردن، لماذا تحل قضيه الفلسطينيين على حساب الشعب الاردني؟ هذا شيء مرفوض من قبل الشعب الاردني ومن قبل الشعب الفلسطيني. لماذا على الاردن ان يتحمل يعني مآسي الاسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني والاردن يتحمل هذا العبء؟ إذا القضية الآن نتحدث بشكل صريح، علينا أن لا نربط القضية في شخص نتنياهو. نحن نعرف أنه بالفترة الأخيرة كما تحدث جلالة الملك في الأمم المتحدة أنه أو في الولايات المتحدة عفوا أنه الوضع العلاقات لم تكن سيئة أو يعني منخفضة بهذا الشكل كما هي حاليا، ليس بسبب موقف الأردن، بسبب الممارسات الإسرائيلية المتكررة التي تتحدى الأردن في القدس وتتحدى الأردن في قضية اللاجئين، وأيضا قضية ضم الأغوار كما كانت تريد الحكومة نتنياهو. إذا ما في ملف مشترك، يعني مشروع شمعون بيريز
سوق الشرق الاوسط اللي كان مفكر انه يكون الاردن وفلسطين والكيان الصهيوني يعني مشاريع مشتركه اقتصاديه لتحل الازمه بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بالطبع هذا فشل، فشل ليس بسبب مواقف الفلسطينيين او الاردنيين بل بسبب اغتيال اسحاق رابين، مما يؤكد ان الاسرائيليين المجتمع الاسرائيلي حقيقه ليس في صدد تحقيق تسوية أو سلام حقيقي في المنطقة. هذا كيان مصطنع موجود في هذه المنطقة يهدد الأردن كما يهدد الشعب الفلسطيني ويهدد الأمة العربية بشكل كامل. أنا بدي أشكرك شكر جزيل الحقيقة دائما على ما تضفيه يعني من معلومات ومن تحليلات. شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور أحمد سعيد نوفل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. شكرا جزيلا.